السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تقرير إنجليزي ينصح غوارديولا بضم النجم الجزائري أيت نوري. خاطش عمل واحد عندنا الكومونتا يقول لك على تقول نجم جزائري، ونجوم جزائريين هادو لو كان هادو كرام، هادو نورمالمون كرام رايحين يلعبو كوب دي موند معانا، هادو نورمال كو خدم هذا المدرب، كو خدم كو عندو فلسفة عمل وعندو اللمسة تاعه. كو روحنا الكوب دي مشي يقول للجوارة نوعدكم نتوما تقعدو وعدوني بلي تربحوني ندوني كوب دي موند. واش عم خطا قال لكم وعدوني وعدتهم، هذه كاع ما كاش تاع وعدوني، هذه كرة قدم، هذا منتخب وطني مليح يلعب، مليح يلعب. انت وليت انت وليت داير لهم سوسيال، وليت وليت اللي ما يلعبش تجيبه تلعبه في ليكيب ناسيون، تعاود يعاود ينتباع يعاود يروح يلعب يقعد يلعب. كيما سليماني قال لك سليماني من الفريق، لا من الفريق، الفريق كاين اللي عنده بروجي تاع القاب. سليماني راه يحوس يروح يلعب باش يلعب في ليكيب ناسيونال، كيما راح لشبونه، كيما راح لشبونه كان حاسب بلي غادي يروحوا لكوب دي موند، راح لشبونه. هذه هي كاين لعابه كيما نقولوا حنايا كيما بن عمري، كاين واحد اللعابه راهم يلعبوا كيما الاخر كيما قديوره، جا هنا المولوديه ما حكمتش عاود قلع راح لطروازيام ديفيزيون باش يلعب. هذا ما كان المدرب قال له سني فيك جيكي باطل بدراهم بلا بدراهم، قال له المهم كاين الدراهم هنا في الجزائر، انت لعب غاديك ادي قد مصروفك قد ما تاكل ولا الكريا، وهنا كاين دراهم في الجزائر كيما قديورة. سبحان الله رانا نشوفو فيها كاش هادي تا وعدني وعدتو، هذا منتخب وطني الاحسن يجي يلعب. ايقا مكاش هادي ولينا نسمعو واحد صوالح عائلة، لا خليها عائلة، واه نقعدو عائلة، إيني عشينا داخلين في حيط، حيطة صغيرة اللي دخلنا فيها، هادي تشوف حيطة كبيرة جا، هادي تشوف شحال جاية جا، هادي تشوف كيفاش بلو علينا لي زافريكا، راك تشوف كيفاش بلو علينا في السياسة الرياضية، بلو علينا، باش نتهمو، السياسة الرياضية بلو علينا، دراهم ما ينفعوش إلا ما كانش عندك رجالة. لازم رجال اضرب عليك، انا نقول لكم لازم رجال. ما سمعش هضره انا يجي زبزاف يقول لك باين غيروا، واش باين يتغير؟ انت يا مكلف بالاعلام ما طقتش عليه كيما رب العالي. انا نبقى على بالكم ديفو نشوف انا هضره تقلط منهم هضرتهم تقنطك، تعرف بلي يكذبوا عليك، تقول لك قلبك غلاك تكذب، رب علاك تكذب، علاك تكذب، روح بدل انت مكلف بالاعلام ما طقتش عليه، من الصلاحيات تاوعك، ايوا من الصلاحيات تاوعك باش تبدل مكلف بالاعلام، من الصلاحيات تاوعك انت تتحكم شكون اللي يجي ماناجير، من الصلاحيات تاوعك انت يعني تتحكم باش تقلع هذيك باش تبدل في لجنة المنازعات اللي خلاها لك زاتشي هذاك الخزروني، وهذاك عنده دو بوست ثاني، انت عندك دو بوست، من الصلاحيات تاوعك باش تروح عند بيشاري، من الصلاحيات تاوعك ماشي ضرب النح، تهضر لي انايا انت هنا ما تستغير، هنا ما تستغير، تهضر لي على التغيير تاعي في لافريك، بس تهضروا على لافريك، بس تهضروا تعايروا في الناس. وين يواصل نعاودوا نولوا نتكلموا على هذ اللعابه، بالك يهديه ربي، بالك وين يواصل المدرب الاسباني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا البحث عن تدعيم الفريق قبل نهايه الانتقالات الصيفيه الحاليه، وطلب موقع سبورت يعني في تقرير مطول من المدرب يعني مدرب السيتي تدعيم مركز الظهير الايسر قبل نهايه انتقالات صيفيه. ووضع الموقع في تقرير بعض الاسماء المقترحه لتدعيم مركز، والتي كان من بينها لاعب نادي سومهامبتون الانجليزي رايان ايت نوري. اضاف التقرير ان ايت نوري يبقى احد اللاعبين المميزين في مركزه بالبريمير ليج رغم الاوقات الصعبه والتي عاشها في اول جوله بتسجيل هدف في مرماه ضد نادي ليدز يونايتد،
وتابع الموقع تقريري مؤكد أن كتيبة بيب غوارديولا تحتاج ظهير أيسر آخر إضافة إلى البرتغالي جو كانسيلو، خاصة بعد رحيل الأوكراني إلى نادي أرسنال الإنجليزي. وكشفت تقارير صحيفة إنجليزية في وقت سابق عن المبلغ الذي يطلبه النادي فولهامبتون لبيع ظهير أيسر الجزائري رايان أيت نوري في الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب الصحيفة يعني الصحافي آلان، فإن إدارة النادي الإنجليزي لن تتخلى عن نجمها الشاب صاحب 21 سنة بأقل من مبلغ 25 مليون يورو. وإن يعتبر الظهير الذئاب الأيسر أحد أهم اللاعبين الشباب المطلوبين في الدوريات الأندية يعني الأوروبية والنادي والدوري الإنجليزي ممتاز نظرا لما قدمه من أداء رائع الموسم الماضي، وفي حالة تصاعدية يعني في حالة تصاعدية، بالإضافة إلى اختيار نادي، ستكون الصائفة الحالية حاسمة في اختيار رايان أيت نوري للمنتخب الذي يحمل قميصه ويمثله بين المنتخب الجزائري والمنتخب الفرنسي الذي اختار هذا بابه هو اللي يحكم. ناس يجي يقول لك بابا ولي كم بابا ولي خاطش على بابا علي رد على بالماضي، قال له انت يا ما قيمتناش وما هدرتش معنا كاع، ما هدرتش كاع مع ولدي، قال له ما هدرت لا معايا لا مع ولدي ديريكت لعبها ما سمعهاش. قالوا هالك تسمع شوبير، تسمع رفيق واحد هذا مكان دير به الشعبويه، تعاير بهم انت يا الشعبويه، تعاير هذوك الصحافه ما يردوش عليك خاطش خالصين على التبهديله باش يتبهدلوا نورمال. انا ما تجيبش تبهدلني انا، كل واحد يعرف روحه، انا ما تجيبش تبهدلني خاطر احنا ربي معنا، احنا انا ما نبغيكش انت، انا نبغي ليكيب ناسيونال. انا نهار اللي انت جيت انا فرحت، قلت مزيان جا هذا يعني يعرف العقليه تاع اللعابه في اوروبا وغادي. بعد قصر عليا قيس في اللعابه انت يا علاه، عيب عليك عيب عليك. الجدول اخدم خويا نصفقو عليك، انا كي تخدم نصفق عليك، انا كي نشوفك تخدم نصفق عليك. ماشي تجي ماشي انت يا راقد تخلص وراقد وتجي تقول لي بلي سبعه خوانه، لا سبعه خوانه تاعش خمس سبعه خوانه، هذه ما كان لا سبعه خوانه لا والو، كاين راس خانتك خدمتك هي اللي خانتك، ما كاينش سبعه خوانه. احنا ما فهمناش، احنا ذوك العاهرات في اليوتيوب يقول لك شخصيه قويه وما كاش اللي يدخل له في العمل تاعو، ومن بعد تجي تقول لنا سبعه خوانه، شكون سبعه خوانه؟ ومن بعد يخرج مشاكرا يقول لك باعوا الماتش، شكون اللي باع الماتش؟ شكون اللي باع الماتش؟ لا ديفونس، مدرب، الميليو تيرا، الخطه اللي لعبنا بها، الحارس، شكون اللي باع الماتش؟ هو لعبوا كنا رابحين باقي 10 ثواني، شكون اللي باع؟ شكون قلنا شكون اللي باع 10 ثواني؟ انتوما بيتغلطوا الغاشيه وعمر كاولنا في 10 ثواني. ديجا حنا كنا رابحين في الكاميرون وجينا رابحين متأهلين، كنا متأهلين وفي الملعب تاعنا جينا بدايه البارتيه رابحين 1-0. لو كان جا عندكم الراي مي لاربي تصفر البدايه هنا في البليده رابحين 1-0، كنا رابحين 1-0. الكاميرون كانت محتاجه زوج اهداف، الكاميرون كانت محتاجه هي اللي تلعب باش تماركي. احنا نسيروا المباراه ما عرفناش نسيروها، ما تجيش تقول لي قاسما وايتو ايتو غادي ايتو ايتو كان هنا عندكم في ريسانكم، قاسما كان عندكم هنا في ريسانكم، بارتيه ما عرفتوا تجيروها 90 دقيقه ما عرفت تجيريها. انت مدرب، انت كاع ماشي مدرب، والله ما مدرب كاع، انا نقولها لك هرتنا ود عمي، والله لا هرتنا تعاي غايظتني انا يا مكالي بيشكوب ديمون مع الكاميرون، عجايز تاع كاميرون مكالي بيج انايا، عجايز تاع كالي تاع كاميرون يشدوني انا هنايا. تا مدرب انت وتجي تهدر حق ما تهدرش، حق تحشم قال تهشم تقول ما ودي لا بيت رسلوا لي درسلوا لي درهم وراني هنايا نهار اللي تخلصوا نجي نورمال تهدر عادي عادي نورمال عادي تما كل شغل والله ما فهمنا كاع.
لما تنساو اعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. سعيدو.